كاين محسن. فاتح يوليوس موعد مع المستقبل، مع الأمل، ومع حياة بلا أكياس ديال البلاستيك. ابتداء من فاتح يوليوز، قانون جديد غادي يسمح لنا كاملين نبدلوا أكياس البلاستيك بحلول عملية متوفرة في حياتنا اليومية، كتحافظ على صحتنا وعلى البيئة ديالنا. ابتداء من فاتح يوليوز كاين محسن. وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تواكب قانون منع الأكياس البلاستيكية عبر توفير الحلول البديلة من طرف مهنيي القطاع.